نائب الرئيس محفوظ كمال هو اللي قام بتسيير الجلسه، وهذا تنص عليه القانون لان نائبه هو اللي يقوم مقام الرئيس. وكانوا نقاط مهمه اللي دازوا في حل دعم الجمعيات الرياضيه والثقافيه، وكانوا اقتناء اراضي اللي غيديروا فيها واحد المجموعه ديال في حل التكوين المهني. احنا خديناه بارتياح لان السيد ما وقف التنميه ديال المدينه، احنا ديما ضدو الناس الاصدقاء ديالو راه بطبيعه الحال غيبقى فيهم الحال. احنا كاين تغيير، المهم اليوم في الدوره كاين تغيير على حساب الدورات اللي كان الرئيس. كان في سجن عكاشه كان عنده بزاف ديال التهام اللي من الارتشاء والرشوه وتبديد اموال عموميه اكسترا، عنده بزاف ديال ما تنظنش غيخرج، والعدل قام بالعمل ديالو. تنشكرو من هذا المنبر، تنشكرو وكيل الملك ديال استئنافيات الدار البيضاء، وتنشكرو القضاء المغربي، وتنشكرو سيدنا الله ينصرو لانه هو اللي شد بيد من حديد وعطى التعليمات ديالو باش جميع المفسدين على الصعيد الوطني ياخذوا الجزاء ديالهم. كواحد من الشعب ديال الفقيه بن صالح، الفقيه بن صالح باغين الاصلاح وباغين المعقول وباغين باغين وباغين وباغين، حتى هما خداو بارتياح هذا الاعتقال ديال هذا المفسد هذا اللي قتلهم وقتل التنميه ديال مدينتهم. ان كمال محفوظ كنائب رئيس المجلس البلدي بقوه القانون هو الرئيس المؤقت حاليا للمجلس البلدي، راه يتم يجي العزل ديال الرئيس، وراه هو نفس المكتب اللي تزاد هو واحد النائب السابع مصطفى وحيد، راه تزاد في النيابه. ومن بعد ملي غيجي العزل راه غتكون انتخابات داخليه ما بين الاعضاء ديال المجلس البلدي، وديك الساعه اللي عنده القوه وعنده ما يقول لهاد البلاد ويعاون هاد البلاد تنتمنى ليه التوفيق.